بكم إلى آخر مستجدات الأحداث الوطنية على قناة الحدث الإفريقي. جدد سفير جمهورية أذربيجان بالمغرب ناظم سامادوف التأكيد على دعم بلاده المبدئي لسيادة المغرب على صحرائه ووحدته الترابية، وكذا على جهود الأمم المتحدة لتسوية هذه القضية. وفي حديث لوكالة المغرب العربية للأنباء بمناسبة الاحتفال يوم الأربعاء بالذكرى المئوية لميلاد حيدر علييف مؤسس الدولة الأذربيجانية المستقلة، أعرب السيد سامادوف عن دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للتوصل إلى حل دائم وعادل لقضية الصحراء بناء على توصيات الأمم المتحدة ذات الصلة في مجال الأمن وقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار رقم 2654، خصوصا عندما أشار إلى مخطط الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب والجهود المغربية الجادة وذات المصداقية للتقدم بالعملية نحو التسوية. دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إلى تقييم التجربة المغربية في مجال تدبير المخاطر المرتبطة بندرة المياه من أجل إيجاد حلول مستدامة لضمان الحق في الماء للجميع. وأوضح المجلس في تقريره السنوي حول حالات حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022 أن حالة الجفاف الحاد التي تميزت بها سنة 2022 ساهمت في استفحال ظاهرة الإجهاد المائي بشكل لم يسبق له مثيل منذ 40 عاما، بما جعل من مشكلة التزود بالماء إحدى أهم أولويات الفعل العمومي خلال هذه السنة التي لم يتجاوز فيها معدل التساقطات المطرية 199 ملم في نهاية ماي 2022، والتي سجلت انخفاضا حادا بلغت نسبته 44% مقارنة بعام 2021. وأورد التقرير وفقا للمعطيات الرسمية المتوفرة أن هذه الوضعية المقلقة ناجمة أساسا عن التراجع الكبير للموارد المائية السطحية منها والجوفية نتيجة التراجع الكبير للتساقطات المطرية والثلجية، وذلك على الرغم من وجود استراتيجية استعجالية لمواجهة الإجهاد المائي منذ دجنبر من السنة الماضية. تم يوم الأربعاء بفيينا انتخاب المغرب لرئاسة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وانتخب مجلس الهيئة البروفيسور جلال التوفيق رئيسا لهذا الجهاز المكلف بتتبع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمراقبة المخدرات. ويعد جلال التوفيق الذي حل محل الخبيرة الهندية جاكيت بافاديا عضوا في الجهاز منذ 2015، وأعد انتخابه لولاية ثانية خلال الانتخابات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في 7 مايو 2019. إلى هنا أتينا إلى نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.